هبدأ الأول بشيرين على المعرض. أنا أقدر أقيس المعرض بأنه ناجح أو مش عايز كلمة مش ناجح أو أقل نجاحاً إزاي؟ المعرض لازم يتعمل له إعلانات، لازم أنزل أقول قبلها على السوشيال ميديا إنه يترقبوا وجود المعرض ده، فالناس تبقى مستعدة. معرض ديارنا بقاله 65 سنة بيتعمل، فالناس عارفة. احنا بس غيرنا، ابتدينا نغير الفانيو، نروح للتارجت سيجمنت بتاعتنا، نشوف تارجت سيجمنت فين ونروح لها. ولكن هو معرض بقاله 65 سنة بيتعمل. لما بقول 65 سنة مش معنى ان دي الدورة ال 65، دي السنة ال 65. خلال السنة بعمل كذا معرض لديارنا، يعني في ديارنا مارينا، في ديارنا بنعمله في 6 اكتوبر او في الشيخ زايد، بنعمله في سي اف سي. المعرض بتاعنا ده على مساحة 2800 متر، عندي أكتر من 400 عارض، والمعرض ممتد لغاية يوم 11 مارس من 10 الصبح ل 10 بالليل. من 10 الصبح ل 10 بالليل. طيب أنا هرجع بعد شوية هسألك على مسألة الفئات المستهدفة من المعرض إيه؟ لأنه الفئات المستهدفة يبقى شرايح سعرية كمان في نطاق معين، فيا ترى احنا رايحين فوق ولا في النص ولا رايحين لتحت شويتين؟ ده برضو مهم.